من أرض الثوار أكدت حركة حماس معادلة الاشتباك مع العدو الإسرائيلي. الدم بالدم، القصف بالقصف، والرعب قادمة، معلنة عن عزيمة جديدة لا تثنيها صور التطبيع مع العدو ولا الوساطات ولا دعوات التهدئة. الاحتلال هو الذي فجر هذا العدوان، المعادلة قائمة، الدم بالدم والبناية بالبناية والردع زيادة بإذن الله تعالى. القادة السياسيون الجزائريون في الذكرى 30 لإعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر وقفوا رافضين للاعتداء الوحشي على قطاع غزة المنهك من الحصار، منتقدين تخاذل الدول العربية المطبعة مع إسرائيل. اليوم المقاومة بيّنت لنا كم هو سهل هزيمة الجيش الإسرائيلي الذي يرعب منه بعض أو جل حكام العرب، كم هو سهل إنهاء هذا الكيان الظالم، هذا الكيان المغطرس الذي تسعى كثير أو جل الأنظمة العربية للتطبيع معه من أجل كراسيها. سياسيون ثمنوا ثبات الجزائر على مواقفها الداعمة للمقاومة ورفض التطبيع، مجددين نداء للفصائل الفلسطينية بالثبات والوحدة أمام العدو. نريد من هذا العالم العربي خاصة أن يوقف كل مظاهر وأشكال التطبيع مع هذا الكيان، وأن لا تطعن المقاومة التي تعطي من أبطالها وتعطي من شهدائها، أن لا تطعن المقاومة في ظهرها بسبب هذه المعاني التطبيع الثقافية والرياضية وآخرها السياسية في قلب العالم العربي والإسلامي. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، معادلة سبقت إعلان الثورة الجزائرية، وها هي تعود اليوم لتدحض كل الخيارات والتسويات المطروحة لتحرير فلسطين. الدم بالدم، البناية بالبناية، والرد أقصى، هكذا أرادت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن ترفع نداءها من أرض الجزائر أرض الثوار لتسند ظهر المقاومين في قطاع غزة. سمع عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين.